ويمكن الأعشاب الطبيعية بقى لو هبدأ كلامي عنها مع حضرتك، ناس كتير لجأت ليها كمان في فترة الكورونا عشان المناعة وعلشان الصحة وحاجات زي كده كتير. يعني 2020 تحديدا استخدامات الناس للأعشاب الطبيعية زادت قوي، كمان السمنة، يعني دي كان عفوا السمنة. فخليني أعرف من حضرتك، هل فعلا الموضوع ده يعني حقيقي، وفي نفس الوقت مقدار الاستخدام مفروض يبقى يعني في ليميت معين، لان في ناس بتستخدم بشكل عشوائي برضو. نعرف بقى من حضرتك يا دكتور كمتخصص الناس تلجأ للاعشاب ازاي وامتى وليه اصلا؟ في الاول لازم يبقى عارفين ان الاعشاب الطبيعيه دي مفروض ان هي منظومه كبيره قوي. طبعا كل واحد بيستخدم الاعشاب الطبيعيه لغرض او لهدف معين، عنده مشكله من حاجه معينه بيبدا يستخدم لها المشروب الطبيعي. طبعا الاعشاب الطبيعيه استخداماتها مختلفه، يعني ممكن تتحط في الاكل لتغيير طعم الاكل او تديله نكهات او الوان، ممكن تتحط كمشروبات دافيه فبتساعد الجسم انه يستفيد من الاستفاده بتاعه الاعشاب عن طريق المشروب الدافي، ممكن تضاف على الاكل بتاعنا تتحط في الاكل بتاعنا كفوائد او قيمه غذائيه داخله الاكل بتاعنا، طرقها مختلفه. في الكورونا طبعا الناس بدات تشرب المشروبات الدافيه عشان تساعد في رفع جهاز المناعه وتحسين الدوره الدمويه بتاعه الجسم، امداد الجسم بفيتامين سي، بتساعد ان السوائل الدافيه طبعا بتحسن معانا المجرى بتاع الاكل بتاعنا والمجرى التنفسي الحلق، فبتحسن ان ما يبقاش فيه تراكم لاي ميكروبات او اي بلغم طارد للبلغم بالظبط، زي الزنجبيل زي اليانسون، كل دي حاجات مهمه جدا بدات الناس تستخدمها. وجدوا في دراسات وجدت ان الشيح، في حاجه اسمها الشيح، ودي لقوا ان هي بتحسن جدا من المناعه وبتقلل معانا فرص الاصابه بفيروس كورونا، دي من الدراسات اللي اتعملت بره. كل دي حاجات ممكن الشخص يستخدمها للوقايه من فيروس كورونا. طبعا المشروبات الدافيه بتخش بقى في حاجات تانية كتير، للتخسيس ولمشاكل الجهاز الهضمي، لمشاكل مثلا الجهاز التنفسي. طبعا كل حاجه ليها احتياجها. الناس بقى اللي بتفرط في شرب المشروبات الدافيه وهو بيتخيل بقى ان انا هشرب مثلا النهارده 10 كوبايات شاي اخضر عشان اخس كتير. طبعا ان الدراسه بتقول ان كل حاجه ليها ليميت. يعني الشاي الاخضر لو هاخد من مرتين لثلاث مرات في اليوم ما يزيدش. وبرده احنا ممكن استخدامنا للمشروبات الدافيه يبقى خاطئ، مثلا انا بشرب المشروب الدافي ده وانا عندي مثلا مشكله في الجهاز الهضمي في المعده، التهابات معده، واشرب زنجبيل او قرفه، فده ممكن يضر بالشخص اللي عنده التهابات في المعده. فلازم نبقى عارفين المشروب ده هيفيدني ولا يضرني، اشوف الفوائد واشوف الاضرار.